السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا غادي نواصلوا إن شاء الله اليوم تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية ديال 2021، وغادي نصححوا التمرين المتعلق بمسألة اللي عليه 9 نقاط وهي كانت بسيطة فقط تركيز. إذا غادي نتوكلوا على الله. لدينا F دالة عددية معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ب F صفر يساوي صفر، و F لي X تساوي جوج x ln x ناقص جوج x. إذا حيز تعريف الدالة هو المجال صفر زائد ما لا نهاية. الصورة صفر هي صفر، والدالة هذه فيها ln جوج x ln x ناقص جوج x. والسي المنحنى الممتل للدالة في المعلم المتعامد هنا. إذا السؤال الأول هو بين أن f، إذا أولا لنبين أن F متصلة على يمين صفر. إذا نبين أن F دالة متصلة على يمين صفر. أي نبين أن ليميت X يؤول صفر زائد ديال F لي X يساوي F صفر اللي هي صفر. هذا الشيء اللي خصنا نبينه، مفهوم؟ عندنا الليميت ديال اكس يؤول صفر زائد ديال اف لي اكس تساوي الليميت اكس يؤول صفر زائد ديال جوج اكس ارن دي اكس ناقص جوج اكس تساوي صفر اللي هي اف صفر. اذا غادي نعللوا هذه النهايه علاش صفر. دونك لاحظوا جوج اكس ارن اكس، عندنا هاد النهايه هادي اكس ارن اكس في صفر زائد هي صفر، وعندنا جوج اكس هي صفر، مفهوم التعريف ديالهم؟ لان عندنا الليميت ديال اكس يؤول صفر زائد ديال اكس ارن اكس تساوي صفر، و الليميت ديال اكس يؤول صفر زائد ديال جوج اكس هي صفر. إذا الليميت ديال اف لي اكس على اليمين صفر هي صفر، اللي هي الصورة صفر. إذا اف دالة متصلة على يمين صفر. إذا هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني ألف، بين أن ألف لنحسب ليميت إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إف لي إكس. إذا غادي نحسبو النهاية ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إف لي إكس، ليميت ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إف لي إكس، إذا هي ليميت ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال جوج إكس إرند إكس ناقص جوج إكس. دونك لاحظوا إلا عوضنا هنا تعطينا زائد ما لا نهاية، وهنايا زائد ما لا نهاية. غادي نطيحو في واحد الحالة زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد. إذا هنا خصنا نعمل تساوي ليميت ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية جوج إكس عامل الإرن د إكس ناقص واحد. إذا عملت باش بجوج إكس عامل مشترك تساوي هاد النهاية هادي. إذا عندنا النهاية ديال جوج إكس في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وعندنا إرن في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وإلا نقصنا منها واحد غادي تبقى زائد ما لا نهاية، وعندنا زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، مفهوم التعليل؟ لأن الليميت في زائد ما لا نهاية ديال جوج إكس هي زائد ما لا نهاية، والليميت في زائد ما لا نهاية ديال ln دي x هي زائد ما لا نهاية. واضحة؟ ب احسب ب لنحسب الليميت في زائد ما لا نهاية ديال f ل x على x، ونؤول النتيجة هندسيا. إذا غادي نحسبو بعدا النهاية، إذا الليميت ديال x يؤول زائد ما لا نهاية ديال f ل x
على إكس تساوي الليميت في زائد ما لا نهاية. لاحظوا جوج إكس ألين إكس إلا قسمنا على إكس غتبقى جوج ألين إكس، وناقص جوج إكس إلا قسمنا على إكس غتبقى ناقص جوج. وكاين اللي غيستعمل هذه جوج إكس عامل ألين إكس غادي نقسم على إكس غنختزلو بإكس غتبقى جوج عامل ألين إكس ناقص واحد. هاد النهاية ديال ألين دونك هادي هي زائد ما لا نهاية، وإلا قسمنا منها جوج غادي تبقى زائد ما لا نهاية. إذا الليميت ديال إف لي إكس على إكس عطاتنا زائد ما لا نهاية. إش كيعني لنا هادشي هندسيا؟ إذا سي إف يقبل فرع شال جميع تجاهه محور الأراتيب ولا أو إيكغيك بحال محور الأراتيب ولا أو إيكغيك بجوار زائد ما لا نهاية. مفهوم؟ إذا هذا تأويل هندسي. السؤال الثالث ألف ثالثا ألف طلبوا من عندنا أحسب الليميت إكس يؤول لصفر زائد ديال إف لي إكس على إكس. وأول هندسيا النتيجة، إذا غادي نحسبو عاود ليميت ديال إف لي إكس على إكس، وإني ماشي في زائد ما لا نهاية، في صفر زائد. إذا ليميت ديال إكس يؤول لصفر زائد ديال إف لي إكس على إكس تساوي ليميت ديال إكس يؤول لصفر زائد. هاد العدد راح نحسبناه إف لي إكس على إكس، لقيناها هي جوج ألين إكس ناقص جوج. عندنا الليميت في صفر زائد ديال ألين إكس هي ناقص ما لا نهاية، دونك هادي هي ناقص ما لا نهاية. إلا ضربناها في جوج غتبقى ناقص ما لا نهاية، ناقص جوج غادي تبقى ناقص ما لا نهاية، إذا هادي هي ناقص ما لا نهاية. مزيان، دابا غادي نقولو هاد النهاية هادي، وهنا خصكم تردو البال، هنا راه ما عطاوناش في زائد ما لا نهاية باش نقولو فرع شال جميع، عطاونا في عدد. دونك لاحظوا هاد الليميت هادي. ليميت ديال إكس يؤول صفر زائد ديال إف لي إكس على إكس نقدر نكتبها هي ليميت ديال إكس يؤول صفر زائد ديال إف لي إكس ناقص إف صفر على إكس ناقص صفر. دونك رجعت التعريف ديال الشقاق على اليمين ديال صفر. مفهوم؟ هاد إف صفر هي صفر ناقص صفر، يعني رجعت لنا العلاقة ديال الشقاق. لقينا هاد النهاية هادي هي ناقص ما لا نهاية، إذا هاد الدالة غير قابلة، إذا إف غير قابلة للشقاق على يمين صفر. اش كيعني لنا هادشي هندسيا؟ إذا سي إف يقبل نصف مماس في النقطة صفر إف صفر اللي هي صفر، هاد صفر هذا راه هو إف صفر، يوازي أو إيكغيك ولا محور الأراتيب بحال، وموجه نحو، دونك لاحظوا حسبنا على اليمين في زائد، ولقينا ناقص ما لا نهاية، يعني إشارتان مختلفين، إذا موجه نحو الأسفل، هذا هو التأويل ديال السؤال. ب أحسب إف بريم ب لنحسب إف بريم لإكس لكل إكس كبر قطعا من صفر. لدينا إذا إف لإكس ديالنا هي جوج إكس ألين إكس ناقص جوج إكس، إف بريم لإكس تساوي جوج إكس ألين إكس بريم ناقص جوج إكس بريم. لاحظوا هنا عندي اف جي، اذا هي جوج اكس بريم في ارند اكس زائد جوج اكس في ارند اكس بريم ناقص جوج. اف جي بريم هي اف بريم في جي زائد اف جي بريم،
والشقاق ديال جوج اكس هو ناقص جوج. اذا غادي تعطينا هنايا جوج ألم إكس زائد جوج إكس في واحد على إكس، لأن الشقاق ديال ألم هو واحد على إكس، ناقص جوج، إذا تساوي جوج ألم إكس. لاحظوا جوج إكس مقسومة على إكس هي جوج، هذا العدد هذا هو جوج، جوج ناقص جوج هو صفر. إذا إف بريم غادي تبقى لنا شحال هي؟ جوج ألم إكس. جوج موجب، شكون اللي غيتحكم في الإشارة ديالها؟ هو ألم ديال إكس. إذا قالوا لنا ضع جدول تغيرات، غادي نديرو دونك جين جدول التغيرات. إذا قلنا الإشارة ديال إف بريم شنو هي؟ هي الإشارة ديال ألن. إذا عندنا ألن كينعدم فين؟ ها إكس، ها صفر، ها زائد ما لا نهاية، ألن ديال إكس. ألن ديال إكس كتنعدم فين؟ في واحد. هنايا عندنا موجب، إلا كان إكس كبر من واحد كيكون ألن إكس موجب، وبين صفر وواحد كيكون سالب. إذا إف بريم ديال إكس، لاحظوا غير قابلة للشقاق في صفر، كتنعدم في واحد، سالبة موجبة. إذا إف غادي تكون تناقصية تزايدية. الصورة صفر هي صفر، الصورة واحد، جوج في واحد ألن واحد هو صفر، يبقى جوج في صفر هي صفر، ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، والنهاية زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. إذا هذا هو جدول التغيرات ديال الدالة إف. وشنو كتلاحظوا؟ بأن ناقص جوج غادي تكون هي القيمة الدنوية للدالة إف. واضح؟ غادي نمشيو السؤال الرابع، ألف حل في المجال. إذا رابعا ألف، إذا كي كتشوفوا راه أسئلة بسيطة، خصنا نردو البال. دونك رابعا ألف، لنحل في المجال صفر زائد ما لا نهاية، وردو البال هنا صفر ما كينساميش للمجال، المعادلتين. إذا غادي نبدا بالمعادلة الأولى، شنو هي؟ إف لي إكس تساوي صفر. إذا غادي نحلو دابا هاد المعادلة هي الأولى، إف لي إكس تساوي صفر. أرا إف لي إكس تساوي صفر تكافئ جوج إكس أند إكس ناقص جوج إكس تساوي صفر. لاحظوا شنو عندهم بحال بحال، جوج إكس، إذا تكافئ جوج إكس عامل أند إكس ناقص واحد يساوي صفر. عندنا أ في ب كيساوي صفر، كتعني بأن أ كيساوي صفر ولا ب كيساوي صفر. إذا تكافئ جوج إكس كيساوي صفر، أو أند إكس ناقص واحد يساوي صفر. جوج إكس كتساوي صفر، كتعني لنا بأن إكس كيساوي صفر، أو هنايا أند إكس كيساوي واحد. إذا إكس كيساوي صفر، أو إكس كيساوي أ. عرفتي منين جبنا أ دخلنا الإكسبونونسيال، عندنا أ كيساوي ب، إذا إكسبونونسيال أ كيساوي إكسبونونسيال ب، تبقى لنا إكس كتساوي أ. لاحظوا هذا العدد إكس كيساوي صفر، ما كينتميش للمجال صفر زائد ما لا نهاية، صافي ما كينتميش لصفر زائد ما لا نهاية. أ كينتمي لصفر زائد ما لا نهاية. إذا شنو هو الحل ديالنا؟ هو أ. إذا إس مجموعة الحلول هي المجموعة مكونة من أ. واضح؟ المعادلة الثانية هي إف لي إكس، إف لي إكس تساوي إكس. المعادلة الثانية، إذا تكافئ جوج إكس أند إكس ناقص جوج إكس تساوي إكس، تكافئ جوج إكس أند إكس ناقص 3 إكس تساوي صفر. عرفتوا منين جبنا هاد ناقص 3 إكس؟ إكس جبنا لأن ناقص 3 إكس. تكافئ إكس عامل جوج أند إكس ناقص 3 تساوي صفر. نفس الشيء أ في ب كيساوي صفر، إذا إكس كيساوي صفر، أو جوج أند إكس كتساوي 3، هذا كيساوي صفر، إذا جوج أند إكس كيساوي 3. إذا إكس كيساوي صفر، أو أند إكس كيساوي 3 على جوج. تكافئ إكس كيساوي صفر، أو إكس كيساوي إكسبونونسيال 3 على جوج. عاود نفس الشيء
هاد العدد هذا ما كينتميش لصفر زائد ما لا نهاية، وهذا العدد كينتمي لصفر زائد ما لا نهاية. إذا الحل ديالنا شنو هو؟ S تساوي E أس 3 على 2. ردوا البال لأن صفر حل وإني ما كينتميش للمجال صفر زائد ما لا نهاية مفتوح. ب أنشئ سي إف، دونك السؤال الرابع ب إنشاء سي إف. الله لاحظوا غادي ننشا سي اف. اذا قلنا باش ننشئ سي اف اول حاجه دي اف، اذا عندنا ها المعلم ها واحد ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد ناقص جوج، وهنايا صفر. إذا المعلم قالوا لنا هنا إكس هنايا إف لإكس. إذا قالوا لنا معلم متعامد ممنظر، مفهوم؟ مزيان. باش نرسمو سي إف أول حاجة دي إف، إذا سي إف ديالنا غادي نرسموه من صفر زائد ما لا نهاية، يعني لهاد الجهة هذا ما يمكنليش نرسمو، غادي نرسمو من صفر زائد ما لا نهاية. مزيان. ثاني حاجة كنشوف واش عندنا شي مقاربات، إذا كما لاحظتو في التمرين ما عندناش مقارب مائل، ما عندناش عمودي، وما عندناش أفقي. مزيان. غادي ندوزو للممسات. عندنا في الصفر ها هو في الصفر، واخا استسميح ناخد شي حاجة اخر. عندنا في الصفر هو هذا، عندنا نصف مماس موجه نحو الاسفل ها هو، مفهوم؟ وعندنا اف بريم، لاحظوا شوف عندنا اف بريم، اف بريم ديال واحد تساوي صفر. اذا في النقطة واحد اف د واحد غادي يكون عندي مماس افقي. حسبنا اف د واحد لقيناها ناقص جوج، اذا ها واحد ها الصوره ديالو، اذا هنا غادي يكون عندي مماس افقي. واضحه الفكره؟ فين كتنعاد اف بريم كيكون عندنا مماس افقي. وعندنا الحل د المعادله اف لي اكس تساوي اكس ولا تساوي صفر. بعدا عندنا الحل د هاد المعادلة، كاين صفر ما كينتميش بنا في داك المجال، ولقينا إكس كيساوي أو، يعني سي إف كيقطع محور الأفاصيل في هاد النقطة أو صفر، أو صفر، أو هي جوج فاصلة سبعة، دونك تقريبا هنا، هنايا أو، دونك سي إف ديالنا غادي يدوز من هنا. مزيان، وعندنا إف لي إكس كيساوي إكس. دونك هادي كيتقاطعو في 4.5 4.5 لأن عطاونا أو أس 3 على 2 تساوي تقريبا 4.5. إذا لاحظو ها 4.5 ها 4.5، دونك هاد النقطة هادي غادي تكون كتنتمي للمنصف الأول، ياه. مزيان. إذا سي إف ديالنا لاحظو دالة تناقصية على المجال صفر واحد، هاهي تناقصية تزايدية من واحد حتى زائد ما لا نهاية، وغادي دوز غادي تقطع أو هنايا محور الأفاصيل، غادي دوز من هاد النقطة أو وغادي نديرو فرع شرجاني اتجاهه أو إيكغي. إذا هذا هو المنحنى ديال الدالة، هذا هو السي إف. دونك نعاودو بالحل باش يبانلكو. دونك لاحظو ها تناقصية تا لهنا أو تزايدية، وغادي يدوز من أو وغادي يدوز من هاد النقطة هادي 4.5 4.5، وغادي يدير فرع شرجاني اتجاهه أو إيكغي. إذا هذا هو السي إف. فوالا غادي ندوزو لخامسا. خامسا خامسا باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن، إذا خامسا أسمي هاد الأقلام هادو، خامسا باستعمال مكاملة بالأجزاء، باستعمال مكاملة بالأجزاء نبين التكامل من واحد لأو ديال إكس إيرند إكس يساوي واحد زائد أو أس 2 على 4. إذا هما قالوا لنا نديرو المكاملة بالأجزاء،
خصنا هنايا جوج دوال. اذا كما شفنا في الملاحظات كاينه اربيس، دونك كاينه حدوديه كاينه الين اللي سبقات هي الين. اذا النظر نظر الي اكس تساوي الين عند اكس، و في بريم اكس تساوي اكس. تكافئ هنايا ولا تستلزم اي بريم تساوي واحد على اكس، وهنا يعاود في لي اكس تساوي اكس اس 2 على جوج. مفهوم؟ اذا اي اكس هي ايرين اكس و في بريم هي اكس، اذا اي بريم هي واحد على اكس، و في اكس الداله الاصليه ديال اكس هي اكس اس 2 على جوج. عندنا هاد اي و في دالتين قابلتين للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهايه، خاصة على المجال واحد او. الا التكامل من واحد او ديال اكس ارند اكس ديال اكس يساوي الاصلية في الاصلية، اذا اكس اس 2 على جوج في ارند اكس بين واحد او او، ناقص تكامل من واحد او ديال واحد على اكس في اكس اس 2 على جوج دي اكس يساوي او اس 2 على جوج في ال اند او. ال اند او هي واحد صافي، ال اند او هي واحد، ناقص واحد على جوج في ال اند واحد هي صفر. عرفتوا منين جات الصفر؟ راه واحد على جوج ال اند واحد هو صفر. ناقص تكامل من واحد لأو، لاحظوا غادي نختزل بواحد إكس هنا، غادي تبقى لنا إكس على جوج دي إكس تساوي أو أس 2 على جوج ناقص الدالة الأصلية ديال إكس على جوج. دونك نقدرو نخرجو واحد على جوج، والدالة ديال إكس هي إكس أس 2 على جوج، على جوج عاود هي إكس أس 2 على 4 بين واحد و أو يساوي. إذا أو أس 2 على جوج ناقص أو أس 2 على 4 ناقص مع ناقص غادي تعطينا زائد واحد على 4 يساوي. غنوحدو المقامات، شنو هو المقام الموحد؟ هو 4. إذا غادي نضربو هنا في جوج، جوج أو أس 2 ناقص أو أس 2 هي أو أس 2 زائد واحد. إذا تكامل من واحد لأو ديال إكس إيرين إكس هي أو أس 2 زائد واحد على 4. مزيان، استنتج التكامل. إذا السؤال باء، لنستنتج تكامل، لنستنتج تكامل من واحد لأو ديال إف لي إكس دي إكس. إذا التكامل من واحد لأو ديال إف لي إكس دي إكس يساوي التكامل من واحد لأو ديال جوج إكس إيرند إكس دي إكس ناقص التكامل من واحد لأو ديال جوج إكس دي إكس. دونك التكامل ديال إف زائد جي راهو التكامل ديال إف زائد التكامل ديال جي يساوي. دونك نقدرو نخرجو واحد جوج هنايا، التكامل من واحد لأو ديال إكس إيرند إكس ديال إكس ناقص الدالة الأصلية ديال جوج إكس هي إكس أس 2 بين واحد و أو، لأن إكس أس 2 إذا درنا الإشتقاق غنلقى جوج إكس تساوي جوج. هاد التكامل هذا حسبناه في الأول، هو اللي استعملناه تما بالمكاملة بالأجزاء، لقيناه شحال؟ هو واحد زائد أو أس 2 على 4 ناقص هاد العدد هذا غادي يولي هو أو أس 2 ناقص واحد يساوي. غادي نختزل بواحد جوج هنا، غادي تبقى واحد زائد أو أس 2 على جوج ناقص أو أس 2 زائد واحد، ناقص في ناقص هي زائد يساوي. غنوحدو المقامات، إذا هنايا جوج، هنايا واحد زائد أو أس 2 ناقص جوج أو أس 2 زائد جوج. هنا درنا غير توحيد المقامات، إذا يساوي واحد جوج ثلاثة
ناقص او اس 2 على 2 اذا هذا هو اللي مطلوب واضح حدد سادسا الف حدد القيمه الدنويه الداله ا سادسا الف استريح سادسا الف لنحدد قيمه دنويه لاف على صفر زائد ما لا نهايه من خلال جدول التغيرات شنو لاحظنا عندنا اف لاحظوا في جدول التغيرات عندنا ها اكس ها صفر واحد زائد ما لا نهايه عندنا اف كانت تناقصيه تزايديه هنا الصوره صفريه صفر بقينا هنا ناقص جوج وهنا زائد ما لا نهايه دونك شنو هي اصغر قيمه كتاخذ الداله هي ناقص جوج فين في واحد من خلال جدول التغيرات نلاحظ ان اف تقبل قيمه دنويه في واحد دونك شكون اللي كبير واش اف لي اكس ولا اف د واحد في نظركم شكون اللي غيكون كبير قيمه دنويه عندها في واحد اذا اف لي اكس كبر من او يساوي اف د واحد يعني اف لي اكس كبر من او يساوي ناقص جوج اذا ناقص جوج قيمه دنويه الداله فين في واحد صافي اذا ناقص جوج قيمه دنويه لاف على المجال صفر زائد ما لا نهايه استنتج ان لكل اكس مزيان ملي حددنا القيمه الدنويه قالوا لنا استنتج ان ln x كبر من او يساوي x ناقص واحد على x لكل x كبر قطعا من صفر مزيان الى خدينا واحد x كبر قطعا من صفر دونك لاحظوا شوف عندنا f ل x كبر من او يساوي ناقص جوج هذه هي القيمه الدنويه اذا ما حقناكش بجوج x ln x ناقص جوج x كبر من او يساوي ناقص جوج هما بغاو التقطير ديال ln ياك بغينا التقطير ديالاش ديال ln على جوج x ln x كبر من او يساوي جوج x ناقص جوج عرفتو منين جبت هادي ناقص جوج x دينا عليه هي ترجع جوج x مزيان دابا حنا بغينا ln x اذا ln x كبر من او يساوي غادي نقسم على جوج x من حقي نقسم علاش لان جوج x كيخالف صفر لان اكس كبر قطعا من صفر وكيفاش داير جوج اكس موجب اذا الترتيب ما غاديش يتغير وجوج اكس كبر قطعا من صفر اذا جوج اكس على جوج اكس هي واحد ناقص جوج على جوج اكس دونك شحال تعطينا هي واحد على اكس فهمتوا هاد واحد على اكس منين جات راه قسمنا هنا على ها هي لاحظوا شوف جوج اكس ناقص جوج على جوج اكس تساوي جوج اكس على جوج اكس هي واحد ناقص جوج على جوج إكس هي واحد على إكس إذا ln إكس كبر من أو يساوي غنوحد هنا المقامات إذا هنا إكس إكس ناقص واحد وهادشي اللي نطلب منا دونك ln إكس كبر من إكس ناقص واحد على إكس مفهوم دونك سابعا ألف ليكون جي قصور f على المجال واحد زائد ما لا نهايه لنبين ان ج تقبل داله عكسيه معرفه على ج ينبغي تحديده هذا الجي هذا ينبغي تحديده عرفتو شنو هي جي قصور الدالة اف على واحد زائد ما لا نهاية إذا لدينا لكل إكس كبر من أو يساوي واحد اف لإكس تساوي
جي دي اكس. يعني في هذا المجال واحد زائد ما لا نهايه، عندنا اف لي اكس هي جي دي اكس. كيفاش دايره الداله على واحد زائد ما لا نهايه؟ لدينا اف متصله على واحد زائد ما لا نهايه، نقدروا نعللوا هذه لانها قابله للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهايه. وإذا كانت قابله للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهايه، اذا قابله للاشتقاق على مجال واحد زائد ما لا نهايه. حنا اللي كيهمنا بانها متصله ورتيبه قطعا. كيفاش دايره على المجال واحد زائد ما لا نهايه؟ تزايديه قطعا. صافي، اذا متصله ورتيبه قطعا على هذا المجال. اذا اف اذا جي، لان اف وجي راه بحال بحال. صافي، دونك لدينا اف متصله على واحد زائد ما لا نهايه، يعني جي راه متصله على واحد زائد ما لا نهايه. اذا نقدر نكتبوا جي متصله على واحد زائد ما لا نهايه، جي رتيبه قطعا تزايديه. اذا جي تقبل داله عكسيه، جي موان زان معرفة على جي. شنو هو الجي هذا؟ هو الجي ديال اي، اللي هو الجي ديال واحد زائد ما لا نهاية. عندنا الدالة التزايدية، إذا هو جي ديال واحد، والليميت في زائد ما لا نهاية ديال الجي، اللي هي جي ديال واحد هي اف ديال واحد هي ناقص جوج، والليميت في زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. إذا الجي ديالنا هو ناقص جوج زائد ما لا نهاية. مزيان، أنشئ في المعلم أو إي جي جي موان زان. إذا خصنا نشوفو في المعلم جي موان زان. دونك لاحظوا، شوف عندنا إف، غادي نصوبو شي شوية السؤال بصورة هاذيا، نعاود الشكل. إذا عندنا إف، لاحظوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وعندنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا هنا ناقص واحد ناقص جوج، عندنا السعف ديالنا هو هذا، هنايا أو، هنا أربعة فاصلة خمسة، هنا أربعة فاصلة خمسة. وعندنا الـ CF ديالنا هو هذا، مفهوم؟ هذا دابا الـ CF. إذا دابا CG غادي نرسمو G موان زان، غادي يكون المماثل، شوف من واحد زائد ما لا نهاية، دونك غادي يكون المماثل ديال هذا، نرسمكم بالنقيطات، ها هو المماثل هذا بالنسبة لي أش؟ المحور Y يساوي X. إذا غادي نرسمو أول حاجة Y كيساوي X، دونك ها واحد واحد، ها هو، وكاين هاد النقطة هادي، إذا ها هو Y يساوي X، هذا Y يساوي X. قلنا إلا كانت عندي شي نقطة، لاحظوا شوف M الإحداثيات ديالها AB، المماثلة ديالها، المماثلة ديالها غادي تعطينا M' عندها BA، كيتبدلو الإحداثيات. باش تفهمو هادشي مزيان، بحال دابا هادي صفر صفر، شنو هي المماثلة ديالها؟ هي نفسها، المماثلة ديال هادي عندنا واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج، غادي ترجع ناقص جوج واحد، هاهي ناقص جوج واحد، مفهوم؟ عندنا هادي أو صفر، أو صفر، إذا غادي ترجع صفر أو، هاهي المماثلة ديالها. وعندنا هذه 4.5 هي 4.5، ومثلا نقدر نزيد هذه، ناخذ واحد النقطه هنا في السي اف، العمودي اللي كيدوز من هذه النقطه ويكون عمودي هنا، وناخذ نفس المسافه. اذا لاحظوا عندي هنايا نصف مماس ديال هكا، مفهوم؟ هنايا مماس افقي المماثله، لاحظوا شوف انا غادي ناخذ غير من واحد زائد ما لا نهايه، يعني من هذا ها هو المنحنى ديالنا من هنا، مفهوم؟ هو هاد،
هذا لاحظوا هذا مماثل هذا اللي رسمت بالشريطات هنايا يعني بهذه الخطوط المتقطعه هذا هو سي جي موانز مفهوم وغير من واحد البليس لانفيني دونك غادي يجينا من ناقص جوج حيث التعريف ديالها هو ناقص جوج تال زائد ملانيا مزيان اذا السؤال الاخير وبسيط هو السؤال رقم 8 يعني سؤال بسيط يعني عطاونا الداله مفرقه لجزئين اش لي اكس تساوي اكس اس 2 استميح اكس اس 3 زائد 3 اكس مع اكس صغر او يساوي 0 و اش لي اكس تساوي جوج اكس ارند اكس ناقص جوج اكس اكس كبر قطعا من 0 اذا في المجال من ناقص ملانيا 0 حدوديه وفي 0 زائد ملانيا هي الداله اف لي اكس على السؤال الاول ادرس اتصال اش في 0 الف لندرس اتصال اف اش عفوا في 0 اذا الداله مفرقه في 0 اذا خصني ندير اتصال على اليمين اتصال على اليسار فين غادي نحسب الصوره فين عندي او يساوي اذا لدينا اش 0 يساوي اذا اكس اس 3 0 اس 3 0 زائد 3 في 0 هي 0 ليميت ديال اكس يقول 0 زائد ديال اش لي اكس هي ليميت ديال اكس يقول 0 زائد ديال جوج اكس ارند اكس ناقص جوج اكس هذه تساوي شحال 0 لان هذه 0 0 اذا تعطينا 0 اذا اش متصلة على يمين 0 عاود الليميت ديال اكس يقول 0 ناقص ديال اش لي اكس هي الليميت ديال اكس يقول 0 ناقص ديال اكس اس 3 زائد 3 اكس تساوي 0 اللي هي اش 0 اذا عاود اش متصلة على يسار 0 متصلة على اليمين ومتصلة على اليسار إذا اش متصلة في 0 أدرس قابلية انشقاق الدالة اش على اليسار في 0 هو أول نتيجة هندسيا إذا غادي نديرو اتصال ديال اش في 0 ويمي على ياش على اليسار ألا دراسة ب دراسة اشتقاق اش على يسار صفر على ليميت ديال اكس يقول صفر ناقص ديال اش لي اكس ناقص اش لي صفر على اكس ناقص صفر تساوي ليميت اكس يقول صفر ناقص اش لي اكس هي اكس اس 3 زائد 3 اكس على اكس تساوي ليميت ديال اكس يقول صفر ناقص نختزلو بواحد اكس تبقى لنا اكس اس 2 زائد 3 تساوي 3 صفر زائد 3 اذا هي 3 اذا اف اذا اش قابله للاشتقاق على يسار صفر تأويل هندسي اذا سي اف يقبل نصف مماس استسمح سي اش يقبل نصف مماس في النقطة صفر صفر معادلته إيكغيك يساوي العدد المشتق على اليسار هو 3 في إكس ناقص صفر زائد اش صفر إذا إيكغيك يساوي شحال 3 مفهوم هل الدالة اش قابلة للشقاق في صفر علل جوابها اذا لدينا اش قابلة للشقاق على يسار صفر وغير قابلة للشقاق على يمين صفر هذه
راه السؤال من غير قابل للشقاق هو السؤال 3000، 3000، لأن هذه هي f لx. إذا قابل للشقاق على اليمين وغير قابل للشقاق، قابل للشقاق على اليسار وغير قابل للشقاق على اليمين، إذا h غير قابلة للشقاق في صفر. واضح؟ إذا هذا كل ما يتعلق يعني بهذه الأسئلة ديال المسألة، فهي أسئلة بسيطة جدا، فقط خصنا ننظموا المعلومات ديالنا وننظموا التعاريف ونفهموا السؤال يعني المطلوب منا باش نديروه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.